رح يطل معنا ببداية حلقتنا لليوم دكتور عماد أبو حمد، استاذ جامعي بعلم الداتا والإحصاء ومقدم برامج. اليوم رح يحكي لنا أكثر عن برنامج جديد يلي هو تحت عنوان The Researcher، وحول تجربة الأستاذ الجامعي بابتكار وتقديم برنامج جديد من نوعه يلقي الضوء على أبحاث علمية رائدة عبر استضافة الباحثين والباحثات لمناقشة آخر إنجازاتهم العلمية بميادين الطب والتكنولوجيا وغيرها. وأهلا وسهلا فيك دكتور عماد وشرفتنا. اهلا وسهلا فيكم انتم كمان، بعتبر حالي كمان هلا زميل لكم بالمهنه صرنا، وشكرا على الاستضافه. تستاهل تكون معنا دكتور عماد، ونحن عنا الحشريه نتعرف عليك اكثر واكثر. يعني قبل ما توصل لذا ريسيرشر، هالبرنامج اللي طبعا صار له فتره على الهواء ونحن بنتابعه اكيد، بدي اعرف دراستك وليش هيدا الاختيار بالذات وصولا لموقعك بالتدريس. انا دائما بامن انه كل انسان بحركه الشغف اللي جواته، وهذا الشيء بركز عليه سواء كان بحياتي الاكاديميه او الاعلاميه. يمكن انا عايش الاثنين، فاكاديميا انا اكيد متخصص بعلم الداتا والاحصاء، ومنطبق يعني على دراسات بتتعلق بجيل الشباب، في على دراسات بتتعلق على كونسيومر بيهيفير، او يمكن ما بعرف شو بدي اعطيها اسم بالعربي، انه هيدي كنت ادرسها ايام الماركتينج بالجامعه، الكونسيومر بيهيفير. هي بارت منها هي ماركتينج. واكيد هلا حاليا مع الكوفيد صار عندنا اكثر حشريه نعمل دراسات خاصه بالببليك هيلث، يعني مجموعه اذا بدك من الابحاث عملتها بهدول الثلاثه، يعني بالثري ارياز اللي عم بحكي عنهم. هلا اعلاميا كيف بلشت القصه؟ هي بلشت عبر كول، او اذا بدك عنا بالسكول اوف بزنس، يعني سليمان العليان بجامعه الاي بي، سليمان العليان اداره الاعمال بالجامعه الامريكيه ببيروت، وقتها بعثوا انه اذا في اي حدا عنده فكره إلى هيك اهميه او إلى امباكت بالكوميونتي، على الكوميونتي عنا او بالسوسايتي او على مجتمعنا، فيقدمها او لنشوف اذا بنعطيه جرانت يشتغل عليها. فانا كان عندي هيدي الفكره انه نحن ليه ما منفرج الناس شو في عنا بالاكاديميا، لانه الناس بتعتبر انه نحن عايشين يمكن بقالب معزول يعني، وفي ابداعات هائله مش بس بلبنان كمان بالعالم العربي. فمن هيدا المنطلق قررت انه انا يعني بلش فيها على صعيد السوشيال ميديا. نحن بلشنا اول شيء كانت الفكره يمكن 10 مينتس، ما كان برنامج قائم بذاته. بعد ما عرضنا اول حلقه على السوشيال ميديا اللي هي 10 دقائق، لفت نظر المحطات اللبنانيه وعلى راسهم ال بي سي اي يعني. وهون بدي وجه تحيه يمكن لشيخ خير الظاهر، لانه يمكن عنده هيدي الرؤيه انه عم بيشوف في اشياء جديده عم تنعمل، في اشياء بتفيد الشباب، في اشياء بتضوي على الابداع اللبناني، فاعطاني هيدي الفرصه تنشوف اكثر. فعرضته ال بي سي اي هي العشر دقائق كانت قبل الاخبار الليليه. خلص اول موسم، فقررنا بعدين انه لما منطوره وبصير برنامج قائم بذاته، يعني يصير شو. هون بدي انطلق من عندك دكتور عماد، يعني فكره البرنامج شو محوره؟ ونحن بنعرف انه هو اسمه ذا ريسيرشر، يعني مثل عم يعمل البحث على العلم، على العلوم والى اخره، لتعطوا فرصه للشباب انه اللي الريسيرش تبعه اللي بتنجح يطلع له جائزة مالية ليكفي البحوث العلمية. مش بس هيك، أكيد هيدا جزء، بس نحن بنعرف أنه الأبحاث هي بجميع المجالات، والأبحاث من شأنها هي تقدم البشرية. يعني هلأ نحن بنلاحظ أي شيء عم نعمله سواء بالطب، أنه عم يدرسوا بيعملوا أبحاث على الفاكسين تنعرف حالنا أي فاكسين ممكن ناخد، بالتكنولوجيا، بعلم الروبوتات اتسترا، بالبزنس. فهو يعني مجال واسع علم الأبحاث، إذا أنا سميته علم الأبحاث، يعني هن الأبحاث بيدعموا العلم. فقررنا أنه نشوف شو في عنا، كيف فينا فعلا أنه شو الأشياء المهمة اللي ما عم يعرفها الببليك أو الناس اللي هن منهم متخصصين بهيدا المجال. فهيدي الفكرة كانت أنه عبارة عن شو، نحن عنا باحث بيكون طبعا هو بيكون بروفيسور متخصص بشأن معين يعني، أو بأريا معينة،
بالإضافة هون رح أرجع أستكمل كيف طورنا البرنامج، أنه لرد على سؤال كيف ندخلنا عنصر الشباب فيه، لأنه بأول 10 دقائق اللي حكيت عنها أنه كان 10 دقائق ما كان في عنا شباب موجودين، كنا بس عم نحكي عم نناقش بحث معين محصورة بحث معين، شو صار في كونتريبيوشن، شو في تطورات معينة، وغيرها. والمدة بتلعب دور اليوم، يعني إذا 10 دقائق ما فيك تحط كل هالكونتنت يعني بالبرنامج. أكيد، لأنه كان سوشيال ميديا على أساس صحيح. يعني ما كنا عاملين حسابنا أنه نروح تي في. لا طبعا، بس بدك تروحي تي في بدك تخلقي شيء عنصر تشويق، بده يكون في حشريه، بده يكون في نوع من لانه الناس تتحضر. يعني مش معقول واحد يرجع على بيته، وخصوصا هلا عم ينعرض البرنامج برايم تايم، يعني بده يلاقي شيء يشده تيحضر. فنحن ارتقينا انه نفوت عنصر الشباب، لانه هيدا جيل الشباب مهمش يعني بالاعلام، او هو بعد يمكن عن الاعلام. فكيف رجعناه بطريقه ذكيه، انه هو له دور اكيد بالنهايه. الابحاث اللي عم يعملها الباحث المتخصص بتفيد هيدا الجيل، يمكن يقدر يختار اختصاصه بعدين المضبوط او المهنه اللي بده يشتغل فيها. زائد انه عم تقدمي لهيدا الجيل نموذج او رول موديل مش هابط، يعني مع احترامي كل شيء اللي عم بيصير هلا يمكن بالفن او بغيره، مع انه انا كثير بحب الفن يعني، بس في نماذج معينه يمكن صار الشباب عم يتعلقوا فيها، عم بتشدهم شوي، عم تاخذ رواج الليفل تبعهم يعني عم ينزل لتحت. فكانت هيك انه نحن يكونوا منخرطين بهذا البرنامج من خلال شو بيعملوا كومبيتيشن لعبه، اول سيجمنت هي بتكون، وبتكون الاسئله بيست على التوبيك او على الموضوع اللي نحن بدنا نبحثه مع الريسيرشر. وطبعا على اخر السيجمنت كل حدا بيقدم مشروع وبيربحوا جوائز. طيب بس نحكي هول الاسئله، بس بدي اعرف هي انه اسئله عامه يعني مثل public knowledge؟ هي اسئله لنقول حكينا عن التوحد، كان عندنا حلقه، فنحن بنطلب من الضيف اللي موجود معنا اللي هو الباحث يحضرنا اسئله، وبنختار منهم 9 اسئله. اكيد كمان احنا بندخل اسئله عامه لحتى كمان المشاهد الموجود ببيته يحس حاله معني بالموضوع، يعني هيك بتكون عم بتعرف المشاهد على معلومه جديده، وبذات الوقت كمان نوع من الترفيه اذا بدنا نحصرها يعني بهذا الاطار. فهون كان عصر الشباب فعال، يعني فعلا كان بمحله. قد ايه دكتور عماد اكتشفت انه في طاقات بهيدا البلد؟ هائله عن جد. يمكن انا رايي هلا يكون يعني شهادتي مجروحه، عم يعطي فرصه لهالطاقات. خلينا نقول شهادتي مجروحه طبعاً. انا يعني مع انه انا يعني ابن الايوبي، انا بعتبر حالي لان انا موظف بالايوبي، بس ما بعرف كثير كنت يعني هالطاقات اللي كنت عم تحكي عنها يعني بكل مجال، وانا تعلمت منهم كثير. يعني فعلا حرام ما يكون في تسليط ضوء عليهم والاستفاده منهم، وخصوصا عندنا نحن هلا دولتنا، مش بس دولتنا، حتى المجتمعات يعني ككل، وخصوصا المنطقه العربيه بيقدروا يستفيدوا من هذه الطاقات. يمكن ما كان عندهم الاوبورتونيتي لحتى يبينوا، فبتخيل انه اجى البرنامج هيك اعطاهم هيدي الفرصه 100%. بتستعينوا كمان بالبرنامج دكتور عماد بأسامي معروفة بسليبرتيز، قد ايه هالسليبرتيز كمان ممكن يشدوا المشاهد، وقد ايه ممكن يأثروا حتى بأي موضوع إن كان؟ نعم، بما أنه أهداف البرنامج هي تضوي على الإبداعات اللبنانية، بس بالأخص لقلنا أنه العلم كمان الفن هو جزء من الثقافة طبعا. فنحن حاولنا اشراك الفنانين او الممثلين يعني او خلينا نقول السليبرتيز المشهورين بهذا البرنامج، تيكون لهم دور توعوي او رساله معينه يقدموها، يمكن او تجربه هن يمكن يكونوا عايشينها حسب الموضوع اللي نحن عم نحكي فيه. في حدا من هالسليبرتيز نجح بالريسيرشر يعني بالاسئله بتقديم مشروع معين، او بس هيك اجوا اسئله؟ هن ما قدموا معنا صراحه يعني لان نحن صورنا كان في فتره كوفيد، وهيك كان اكثر على زوم، يعني كانوا يطلعوا ريبورت ويدعموا يعني برساله معينه التوبيك اللي نحن عم نحكي فيه، او اذا حدا عنده يمكن شيء ريليتد يكون. يعني عملنا حلقه عن التمريض، بتذكر وقتها كان معنا الممثله اللي بحبها كثير زينه مكي، وجالها تحيه كمان، فخبرتنا قصتها هي يعني
كانت تعرضت لحادث معين وقديش كان في اهميه للممرضين والممرضات هيك بحياتها. هيك اسامي بتعمل امباكت يعني بتوصل للجمهور اكيد اكيد بتعمل فرق وبمحلها يعني أكيد. يعني هن عم يطلعوا ما عم يطلعوا لنقول بغير اطار او لبصه اذا بدي هيك سميها يعني صحيح. لا بالعكس عم بيكون بمحله يعني مكملين البرنامج خلينا نقول دكتور مكملين ورح نضيف هلا يمكن حيصير دور الفنان اكثر موجود من خلال الجيم اللي نحن عم نلعبها حنلاقي لهم محل فيها يعني بالاضافه للرساله بتعرف انا بقول الفنانين والسليبرتيز عندهم كثير ثقافه وعندهم كثير كلتشر وعندهم في منهم يعني قاطعين بكثير تجارب بحياتهم فممكن تستفيد منهم يعني بموضوع الستاتستكس الاحصاء الريسيرش والى اخره وداي ميك ان امباكت مثل ما ذكرت تمار على الناس صاروا دمجين ديانا كثير من الامور يعني ما بقى حكر بس للفن عم بيكونوا هن هيدا الحلو صحيح او العكس كمان يعني لما انا بيقولوا لي مثلا انت انه انا مجال الداتا كيف صرت اعلام وكيف قدرت انه تنجح بهذا الدومين انه بالنهايه كمان في تحدي بالموضوع انا بامن بشغله انه الانسان هو مجموعه مهارات يعني مش مفروض يكون محصور بشيء معين طبعا. مش بس انا لازم افهم بشغله وحده وباقي الشيء ما بعرفه صحيح فاذا يعني عندنا يمكن دماغ عم نشغله يمكن 5% بنعمل اشياء هائله تبديع اكيد اينشتاين شغل 11% وليك وين وصل فاذا خلينا نحن لو بنشغل 6% وين بنوصل 6% فاذا عندنا يعني الامكانيات انه نقدر نعمل كذا شغله بنفس الوقت أكيد. نكون مبدعين فيها خلينا نشوف تريلر ذا ريسيرشر ونرجع نتحدث عنه بتفاصيل أكثر وأكثر أكيد. ترفيه وتحدي بالمعلومات والأفكار بين جيل الشباب لعبة حلوة فيها تحدي شو اللي خليك متأكدة؟ ريسيرش جواب حاسم جواب صح اكتشافات علمية مهمة لباحثين لبنانية في ضرر كبير مش بس على صحة الإنسان الأرق الإنسوميا بحاجة إلى الواحد يفهم شو سببه هذه الدراسات بتاخذ وقت كتير ومداخلات مميزة لوجوه فنية العودة إلى الطبيعة عملت الحافظ على جزء كثير صغير من بيئة الطبيعة المرأة هي عمود البيت اجتمعوا كلهم سوا ببرنامج واحد The Researcher مع الدكتور عماد محمد مثل ما شفنا دكتور عماد في تنوع يعني بتحكوا طب وتكنولوجيا كتير. تمكين المرأة ذكاء اصطناعي ريادة أعمال وغيرها بدي أعرف أي موضوع حسوا المشاهدين أنهم معنيين أكثر أي موضوع يمكن أثر فيهم أكثر ليك يعني بعدك عم بتقولي متنوع وكل حلقة هي إلا نكهتها الخاصة يمكن المقارنة تظلم يعني ما في نقول أنه هذه الحلقة كان تأثير على المشاهدين أكثر من غيرها كمان حسب اهتماماتهم يعني اللي بيهتم بالتكنولوجيا لنقول يمكن حلقات الارتفيشال انتليجنس يعني الاي اي او الذكاء الاصطناعي او الاشياء اللي حكيناه عن الروبوتات وخصوصا الجيل اليافع اذا بدنا نسميه كان كثير انه محط الانظار لهم متفاعلين من الحلقات اللي يمكن اثرت بالناس كانت حلقه التوحد يعني هدول الناس ذوي الاحتياجات الخاصه ما بتعرف كثير العالم شو يعني انه توحد فحسيت في كثير لانه كثير اجاني اتصالات وكثير في ناس بدها بعد تعرف عن الموضوع في ناس عندها حالات معينه صاروا يطلبوا منا انه كيف فينا نقدر نساعدهم انا ما كنت بعرف صراحه عنها هالقد نسبه عاليه بالمجتمع اللبناني يمكن عندنا حالات كمان تابو ممنوع انه ينحكى عنها ونحن بحاجه لنضوي على الموضوع ليكون في معرفه اكثر وتوعيه اكثر عند صحيح. المشاهدين وعند الشعب يعني عامه لحتى نعرف على الاقل باي طريقه نتعامل ونتطور 100%. خلينا نشوف مقطع دكتور عماد ونرجع لك وقت روبوت يقتحم الاستوديو ليقدم البرنامج مطرح دكتور عماد مساء الخير جميعا اجيت الليله حل محل دكتور عماد هيك بيكون الجواب هلا البرنامج برنامجك اهلا وسهلا فيك بس تنحكي عنك مش لتقدم الحلقه عني اهلا بكم بعالم الروبوتات معقول الروبوت يصير يضرب مدافع بلبنان مدافع مائيه مدروسه واستراتيجيه بيقيس الحراره تاعو الحرايق طيب مين بيقدر يخبرنا عنه؟ دكتور عماد الحاج صدف شائت انه شافوا بيبر نحن عاملينه يمكن من اكثر من 10 سنين بعت الهم اكثر الويبنايزيشن يعني تسليح هالتكنولوجيا هيدي المشغل هو عم بيحركه الروبوت بيقدر يعطيه افونتاج معين بيطور التاسك اللي عم نعملها فكره مين رح تربح؟ ما في انه تغير رايك؟ صح لحظة شو عم يعمل كمان بمطبخ الممثلة إلسا صغير؟ هل يا ترى هالروبوتات اللي مخترعينه للإنسان
رح ينقلبوا شي نهار ويصيروا أذكى من الإنسان ويقلبوا عليه؟ هل الغاز رح يكشف عنا The Researcher؟ إحدى الحلقات هون كان بالتحديد عم تحكوا عن الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي، وشفنا كيف أنه ضميتوا الفنانة ألسا صغيب بمطبخها أنه يكون في روبوت صغير عم بيعمل يمكن الشغل عنا وإلى آخره، لنشوف قد الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا بحياتنا اليومية وبكتير مواضيع. بدي أعرف منك دكتور عماد، قد إيه عنا فقدان لهيك نوعية برامج ثقافية على الشاشات الأخرى بالوطن العربي؟ يعني إذا أنا جيت حكيت حيقولوا لأنه هو بيقدم هيدا البرنامج رح يقول شبه معدومة يعني، بس بعتقد هيدا واقع. هيك برامج مفقودة كليا. الشيء المنيح أنه The Researcher منه فورما أنه أنا جبتها أو قلدتها أو طورتها، هو إذا بدك اختراع ذاتي 100%. بتخيل فيك انت تبيع الفورما هلا لبرا؟ هو الحقوق الحصريه طبعا لي انا، حتى مسجل يعني بوزاره الاقتصاد والتجاره. لو ما الفكره اصلا فريده من نوعها دكتور عماد، ما تبنته تلفزيون يعني ال بي سي من يعني 10 دقائق لبرنامج لتعمله برايم تايم. وهذا اللي ذكرته انا بالبدايه، انه في رؤيه بالاعلام. انا بتمنى كل الديسيجن ميكرز بهذا المجال يكون عندهم هيدي الرؤية ويطعموا البرامج عندهم أو الأشياء اللي عم يعرضوها ببرامج بتشبه هيدا البرنامج. بس أنا برجع هون بدي شدد على شغلة، البرنامج الناس إذا بتقولوا لهم بدي أعمل لكم برنامج ثقافي أو هيك أو توعوي ما بيحبوا، يعني ما حدا بيحب الوعظ تقيل. اللي ميز هيدا البرنامج إنه هو السهل الممتنع. صحيح. يعني فكرنا فيه بما انه انا بشتغل كونسيومر بيهيفير، يعني في بارت هو سايكولوجي، انه كيف صحيح. انا بدي اثر على عقول اللي هو شبه المشاهدين. الاهم يعني معنى المضمون اكيد طبعا. فمشان هيك قررنا انه نفوت انسبايرنج ستوريز، يعني مثل قصص ملهمه عن الشخص اللي هو ضيف، يعني حتى لو الناس ما بتعرف انه هو منه بابليك فيجر، بس لما بيشوفوا كيف صنع حاله وشو الاحداث اللي طبعت حياته وهو صغير شو صار معه، مثل سكسس ستوري يعني للناس، وهون الناس بتنجذب لهيك نوع من المواضيع لانه بصير في تعاطف، بصير في تعاطف وكلنا بنحلم مثلا نكون مثل هذا الشخص اللي صار ناجح بالحياه. فوي تراي ان نتعلم منهم، خلينا 100%. وبالاضافه كمان خلقنا عنصر مفاجآت، بمعنى الضيف اللي معنا نحضر له مفاجأة، شخص بيكون بعز عليه يطلع قدامه بريبورت. يعني بأحد الحلقات اللي حكينا عن الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة كان معنا دكتور طارق غدار، وقتها كب كلمة لفريق الإعداد أنه اللي شجعته كانت معلمة الكيمياء، وصار يعمل مختبرات على سطح البناية يعني قد ما عنده شغف يعني. وهيك سألوه أنه وين لمعلمه هيك، قال لهم أنا من 35 سنة ما بعرفها أنه وين صار، وهو نسي الموضوع يعني. جيبوله إياها. فعملنا فعلا يعني مثل التحرية، يعني بدنا نعرف أنه وين هالمعلمة وكيف بدنا نوصل لها. طلعت تركي البلد، طلعت بكندا، بس قدرنا وصلنا لها وصورناها ريبورت، وكانت مفاجأة رهيبة لأنه ما توقع أصلا أنه يكون في حدا. شو حلو. مين عم بيعد البرنامج؟ حضرتك أو في فريق إعداد لا أكيد في فريق إعداد، وهون بدي وجه لهم التحية. يعني في عندي ندى مفرج سعيد، في عندي كمان بيير بيروتي وسيدي عرب، كلهم بيشتغلوا بالإعداد بس أكيد تحت إشرافي. بالنهاية ما رح يقطع شيء على الهواء أو أي شيء، السكريبت النهائي بدي يكون أنا يعني قاري كله عامل له مراجعة، والمقدمات كمان بالتحديد كمان أنا أكترية الوقت بكتبها، لأن إذا بدي أقول كلمة بدي حسها، إذا ما بحس الكلمة ما فيني أقولها، ما بتوصل للمشاهد. مشان هيك عم يلاقوني المشاهدين يمكن طبيعي، لانه انا ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مثل بعض. فاللي دائما بقول اللي بيطلع من القلب بيوصل للقلب طبعًا. مشان هيك وصل للعالم طبعا. قد ايه ممكن يتطور بعد هيدا البرنامج دكتور عماد، ولوين ممكن يوصل؟ طبعا له بوتنشل كبير عربيا. يعني بتعرفي نحن العالم العربي كمان في جواهر غير الثروات الماديه، يعني في العقول العربيه، يعني سواء بالخليج العربي وتحديدا يمكن بالمملكه العربيه السعوديه، يعني في جامعات من اهم الجامعات. صحيح. فيها وبدبي وحتى كمان بالمغرب العربي، واذا جينا كمان رحنا على مصر وغيره. ف يعني من اهدافنا او من طموحاتي انه هذا البرنامج يروح عربيا، نفرجي العالم كله انه نحن كعرب
عندنا طاقات بتعادل طاقات المادية اللي موجودة عندنا، وبعتقد هذه فرصة كبيرة نفرجي حالنا نحن مين. على كل بالوطن العربي صاروا كلهم عم بيدرسوا وعم بيتخرجوا من جامعات أمريكية، أكيد. من جامعات لندن، أكيد. جامعات عالمية، وصار عندهم يعني طاقة مثل ما ذكرت بشرية وشبابية كتير كتير كبيرة. إن شاء الله من خلال منبرنا اليوم إن شاء الله توصل الرسالة، وإن شاء الله عن جد نشوف The Researcher بكل الوطن العربي. دكتور عماد أبو حمد، أهلا وسهلا فيك وشرفتنا لليوم، و keep up the good work، وإن شاء الله هيك السيزن الثاني يكون مثل ما أنت متوقع. شكرا لكم مرة جديدة، ويعني كمان big thank you إنكم ضويتوا على هيك مواضيع، وبتمنى توصل على أوسع نطاق هيدي الفكرة تنخلق هيدا اللي بنسميه البوزيتيف تشينج، يعني التغيير الإيجابي، سواء كان بلبنان أو بالعالم العربي أجمع.